إذا إكزامبل 2-1 من كتاب ستيفن جي تشابمان بعطيني في هون فولتج سورس اي سي فولتج سورس ما بيهمني الفريكونسي مش معطيني هو الفريكونسي هو معطيني مباشرة الإمبيدنسز معطيني إياهم إن أومز فهي دي هون في ترانسميشن لاين يعني هذا بدك تتخيل إنه هذا مكان توليد الطاقة مثلا أو المحل اللي موجودة فيه الطاقة الطاقة الكهربائية عم تتولد عم بنقولها طبعا انا ما رح انقلها على هذا الفولتج بس هو هذا الهدف من المثال يفرجيك ليش ما بصيرش انقل على فولتج بلو فولتج وبعدين لما بوصل عم بستهلك اللود هذا المنطقه هاي اللي موجوده هون هي الترانسميشن لاين تخيل يعني تخيل انه هذا هو خط النقل عم بنقل الكهرباء هون او الطاقه الكهربائيه هون عم بستهلكها على هذا اللود اللي موجود هون هذا طبعا اللود اندكتيف ولا كاباسيتيف كيف بعرف انه اندكتيف؟ بلس جي لو انه كاباسيتيف لود كان يكون ماينس جي لانه واحد على واحد على جي بتصير ماينس ماينس جي وعندي هون هذا كمان الخط النقل كمان اندكتيف طبيعته بشكل رئيسي اندكتيف فمعطيني هو الاندكتنس معطيني الريزيستنس رح يمر طبعا كانت هون رح تصير لوسز اللوسز وين رح تصير؟ بايش رح احس اللوسز؟ هون بالكيبل اي جزء من الكيبل؟ الريزيستنس تبعته هون ما رح يصير في لوسز بالهاي رح يصير فولتج دروب بس ما رح يصير في لوسز هون عندي اي سكوير ار رح يصير في عندي لوسز رح اخسر الطاقه جزء من الطاقه الموجوده هون وبهمني كمان اتاكد انه الفولتج اللي ببعثه من هون جزء كبير منه يوصل للجهه هاي هلا السؤال الشقين الاكزامبل بيسال سؤالين بقول لو انا نقلت هذا بهذا الشكل لو نقلته بدون ما اعمل بدون ما اعمل ستيبنج اب وستيبنج داون الفولتج قديش الفولتج اللي بوصل هون وقديش اللوسز اللي موجوده بالواتس ولو بعدين جيت بدلت هذا السيستم وجيت نقلت هذا السيستم وعملته بهذا الشكل اخذت من هون عملت ستيبنج اب للفولتج بمقدار 1 ل 10 فاخذت الفولتج اللي هون اللي هو 480 فولت ات زيرو ديكريز اي سي وعملت له ستيب اب بمقدار 10 معناها A بتساوي هون 10 رفعت الفولتج فصار عندي فولتج بدال 480 رح يصير 4800 فولت عندي خط الانتاج خط النقل رح يضل نفسه رح استعمل نفس خط النقل اذا خط النقل رح يضل نفسه هون اللي هو 0.18 اوم زائد 0.24 اوم ريأكتيف اندكتيف ريأكتنس وبعدين لما اقتربت من الكاستمر هون رحت عملت ستيبنج داون مره ثانيه بس واحد لعشرة هو رح يكون واحد لعشرة أو عشر يعني إذا بدنا نسميه عشر لازم أعمل ستيب داون فإيه رح تكون واحد على عشرة في الحالة هاي فإيه هون 0.1 بالعكس وبعدين عندي نفس اللود هون رح تكون هذه هون هذه ستيب أب فرح تكون إيه أكبر من واحد لأنه في بي لا مضبوط صحيح كلامي بالعكس ايه لازم تكون هون عشر لانه هذا صار ستيب اب مش ستيب داون مضبوط شكرا يا دانا وهذا هون عندي هذا 10 هذا عندي هون الدور اللي هو زد وعندي هون زد تساوي 4 زائد جي 3 هون يعني فيش اختلاف بين الحالتين الشيء الوحيد اني فتحت النقطه هاي حطيت هون ستيب اب ترانسفورمر وبعدين فتحت النقطه هاي عملت ستيب داون ترانسفورمر هلا خلينا نناقش المسألة قبل ما نبدا نحلها، شنو الاختلاف اللي راح يصير هون وهون؟ ايش راح يختلف بين الحالة هاي والحالة هاي؟ نعم. الحالة الأولى سيصير فيها فولت دروب. راح يصير ايش عفوا؟ فولت دروب في المسألة. راح يصير في عندي فولتج دروب هون، وهون راح يصير عندي فولتج دروب، بس ليش الحالة هاي راح تكون أحسن من الحالة هاي؟ لأنه في تحسين للجهد. رفعت هاي نعم. فيها لوز باور. علي صوتك. فيها لوز باور بالحالة بس هون الباور لوس أقل من هون. بس بدي علميا ليش؟ نعم لانه الكرنت صار اقل من رفعت الجهد هون الكرنت رح ينزل مش هيك؟ حتى انقل نفس كميه الباور الكرنت هون رح يكون اقل فلما ينزل الكرنت من هون رح تقل اللوسز اللي موجوده من هون ورح تشوف كمان انه الفولتج هون اعلى الكرنت لانه صار اقل رح يصير الفولتج دروب اقل كنسبه الفولتج دروب كنسبه من 4800 رح يصير اقل من تكون نسبته من 480 فرح يصير في عندي يعني في مكسبين رح اكسبهم ولذلك رح نشوف بنزل مش بمقدار 10 بنزل بمقدار 1% خلينا نحل هلا المساله اذا هون هذه زد شو رح تبين هون؟ اي سكوير رح تبين هون مضروبه في 100 بس مره ثانيه رح شو رح يصير فيها هون؟ رح تنزل مقسومه على 100 اذا هذه زد
بالنسبه لهذا البروت سورس ما راح تتغير، لكن هذه زد بهون شو راح يصير فيها؟ تزيد 100 مره. راح تزيد ولا راح تنقص؟ مقصود راح تنضرب في المربع هذا، مضبوط؟ قديش هذا مربعه؟ 0.01. فهاي المقاومه بالنسبه لهذا السورس راح تبين كانها 1/100 من قيمتها الاصليه. واضح هاي الاختلاف اللي صار هون؟ هاي راح تنضرب في 100 وبعدين راح تنقسم على 100 مره ثانيه. فهذا اللود بالنسبه لهذا السورس ما راح يتغير. لكن هذه الامبيدنس ايش راح يصير فيها؟ راح تنقسم، راح تنضرب في مربع هذه الريشو. هاي الريشو 0.1 مربعها راح يصير 0.01 فراح تنزل قيمتها بمقدار 100. فكانه الترانسميشن لاين نزل بمقدار 1/100 من قيمته، لكن هذا اللود ما بتغير، فبضل هذا اللود نفسه، لانه اللي التغير اللي صار هون التغى بالتغير اللي صار. طبعا احنا معتبرين انه ترانسفورمر ايديال، يعني ايش؟ يعني باور ما له هو لوسز، ما فيش فيه هو نفسه لوسز. لو بدي احل بشكل صحيح لازم اخذ اللوسز الموجوده بهذا، لانه هذا راح يصير اندكتنس وريزستنس، وهون راح يكون عندي اندكتنس وريزستنس. خلينا نحل الحاله الاولى. هلا اول شيء بدي اطلع، بدي الاقي قيمه الكرنت. الكرنت شو بيساوي؟ يعني هذا هون كيس 1. كيس 1 اي without transformer. او without transformers. ما راح استخدم transformers بالحاله الاولى. اذا الكرنت قديش راح يكون عندي هلا؟ في على ار. اقسم في على ار مش هيك؟ او على زد. فاي راح يساوي في سوليوشن على زد توتال. نعم سوليوشن على عفوا عني صوتك. سوليوشن يعني سوليوشن موجود بس تنحل الحالة تبلش تفل الحالة الثانية. نحل الأول بالأول. اه نحل الأول. اه أول واحد إذا راح يكون عندي في اللي هو 480 والزاوية 0 على عندي هون مباشرة بسهولة بقدر أجمع مش هيك 4.18 راح يصير عندي 4.18 زائد جي عندي هون 3.24 هاي راح يصير عندي هلا 480 على 0 بضل اذا تبعينا اذا الحل موجود اعطيني اياه مباشره يا استاذه قديش بيطلع الامبيدنس الماجنتيود تبع الامبيدنس؟ 5.29 والزاويه 37.8 ديجريز وبيطلع عندي هلا الكرنت 480 على 480 على 5.29 90.8 امبير والزاويه ماينس 37.8 ايش معنى الزاويه النيجاتيف؟ تجاه انه يعني ايش الكرنت لاجنج الفولتج مش هيك؟ الكرنت لاجنج الفولتج ما بتتوقعه بالحاله. طيب اللوسز الان قديش كيف بدي احسب اللوسز؟ قديش بتساوي اللوسز؟ اي سكوير اي سكوير اي سكوير. اللوسز هون بتساوي بالواتس بتساوي اي سكوير بار بس مش هيك؟ هذا فراح تكون عندي وبقدر اخذ الماجنتيود هنيش الزاويه صارت عندي 90.8 تربيع وار قيمتها 0.18 مش هيك؟ قديش تطلع معنا؟ 1484 واتس. اذا هاي اللوسز. طيب الفولتج اللي بوصل هون كيف بدي احسبه؟ الفولتج اللي بوصل عندي هون باللود بس ممكن اخذ هذا الفولتج ماينس الكرنت مضروب في هاي الامبيدنس او مباشره اضرب الامبيدنس في الكرنت اللي هون. ففي لود بيساوي 90.8 على ماينس 37.8 مضروب في الماجنتيود تبع هذا الامبيدنس اللي هو 5 مش هيك؟ اللي هو 4 5 على قديش الزاويه راح تكون هون عندي؟ 36 او نفسها مش هيك؟ قديش الزاوية؟ 36.9. أنا بهمني بشكل رئيسي الفولتج 5 في 90 راح تكون 450 مش هيك؟ 450.4 ولا 54 454 والزاوية هون تقريبا راح تكون ماينس 1.1 تقريبا. هذا بهمني قديش كم فولتج خسرت؟ حوالي 30 فولت عم بخسر او 26 فولت مش هيك؟ 26 فولت عم بخسرهم هون كنسبه، نسبه عاليه من الفولتج اللي هون، قديش عم بضيع مالي في الريزستنس في الترانسميشن لاين؟ عم بضيع عندي كميه كبيره وهذا كله لود بسيط، عم نحكي عن لود بسيط.
ماشي. اذا خلينا نقارن الحاله الاولى بالحاله الثانيه. انا خلينا نقارن الحاله الاولى. انا الحاله الثانيه راح استخدم ترانسفورمر. نعم تفضل. الخمسه هذا اللي بالزاويه هاي خمسه جبناها من 4 تربيع زائد 3 تربيع. بس انا اختصرت 4 تربيع زائد 3 تربيع. ايش اسمه العالم اللي اعطانا هاي الفكره؟ فيثاغورس. طيب اذا هلا راح نحل الجزء الثاني. هلا قبل ما احل الجزء الثاني بدي اعمل ترانسفورميشن. احنا بنعرف نعمل ترانسفورميشن مش هيك؟ شو فكره الترانسفورميشن؟ الامبيدنس ترانسفورميشن. كيف بعد الامبيدنس ترانسفورميشن؟ تمام. هلا حكينا عنها قبل شوي. اي سكوير مش هيك؟ اي سكوير. اذا اول شيء راح اعمله راح اخذ هاي الامبيدنس واعطيها ترانسفورميشن قبل الترانسفورمر هذا. راح اضربها في ايش؟ اي سكوير. اي قديش هون؟ 10. 10. اذا راح تصير عندي الحاله الاولى راح تصير عندي شكلها زي هيك. هي البوفج راح اخلي هذا الترانسفورمر بالاول. هذا راح تضلها نفسها 0.18 زائد جي 0.24 اومز. وهون راح يصير في عندي هذه المقاومه مضروبه في 10 تربيع. اي تربيع 100. راح تصير هذه عندي 400 وهي 300 مش هيك؟ فراح تصير عندي هون زد فيها 400 زائد جي 300 اوم بهذا الشكل. كيف هلا ممكن اكمل؟ مش بقدر اجمع هاي الامبيدنس مع هاي الامبيدنس مضبوط؟ 400.18 بتصير بتصير عندي هون هاي كانها كمقاومه بتصير 400.18 زائد 0.24 300 بتصير عندي 300.24 جي. وهذه عندي 480 على 0. كيف ممكن اكمل الان؟ ايش ممكن اعمل الان؟ طلع زد ممكن كمان اطلع زد. هاي اعملها ريفيرل كمان مضبوط؟ كيف ممكن اعملها ريفيرل؟ بدي اضربها في ايش؟ في مربع اي. بس اي هون قديش؟ 0.1. شو بيصير مربع اي؟ 0.01. يعني بدي اقسم كل هدول على قديش؟ على 100. اذا الشكل النهائي لهذه راح يصير زي 400.18 على 100 شو راح تعطيني؟ 4.0018 زائد 300.24 على 100 راح تعطيني جي 3.0024 بونز. هلا بقدر احسب الكرنت وهي عندي هون الفولتج. شو بتلاحظوا صار في هاي؟ قارن هاي بالشكل الاصلي اللي كان هون 4 زائد 3 جي. وهون ايش صار عندي؟ 4 زائد 4.0018. هذه جمعت الاثنين سيريز. جمعت الاثنين سيريز. بس شو الاختلاف صار على ال 0.18؟ قلت بنسبه 100. ال 0.18 نسبت للقيمه قديش؟ صار فيها 10. 0.0018. وال 0.24 شو صارت؟ 0.0024. اذا لاحظوا المحول ستيب اب وستيب داون ما غير لي شيء باللود، اللود نفسه ضل 4 و3، هي اللود الاصلي اللي كان 4 و3، شو عمل لي في الترانسميشن لاين؟ ظهر الترانسميشن لاين بنسبه ستيبنج اب وستيبنج داون، يعني اذا انا في منزل مثلا بدي استقبل الفولتج يكون 400 فولت وبعمل ستيب اب ل 400 كي في، قديش النسبه بين 400 فولت و 400 كي في؟ 1000. 1000. اذا المقاومه رح تنزل مقدار قديش؟ 1000. لا سكوير مليون مليون. احنا قلنا 10 سعبنا ستيب اب 10 نسبه مقدار 100. اذا هلا الخطوه صارت سهله. شو بدي اكمل الان اعمل؟ كيف بدي اطلع الكرنت؟ بدي اقسم في على زد بنفس الطريقه. بس زد بالحاله هاي شو صارت؟ اذا خليني هون استعمل المنطقه هاي. اذا هلا كيس اي هاي كيس بي. هلا ويز ترانسفورمر راح تصير عندي اي تساوي في اللي هي 480 فولت على زيرو على قديش هذه الامبيدنس اللي بتطلع يا دانا؟ 4.0018 3.0024 5.0003 والزاويه 36.8 36.8 تقسيم. فالكارت ايش بيطلع؟ 96.9.
هاي الزاوية المباشرة 36.8 ماشي، والكرت قديش الماجنتيود؟ 95.4 95.4 هلا بدنا نحسب ايش اللوسز، مش هيك؟ اللوسز هلا شو بتساوي؟ I square R نفس الشيء، وR عندي 0.18، إذا صار عندي 95 على 95 اللوسز لازم أحسبها هون هلا مش هيك؟ هاي اللي بشوفها هي 0.0018 فاللوسز راح تصير 0.594 في 0.0018 I square R، قديش تطلع اللوسز؟ 16.6 واتس مضبوط؟ تأكد منها؟ إذا في شيء غلط 95.94 تربيع بر 0.0018 صار 16. كانت قديش اللوسز بالأول؟ 1484 نزلت لقديش؟ 16.6 أو 16.56 واتس. نشوف كمان الفولتج، كيف بدي أحسب الآن الفولتج على اللود؟ التيار في اللود. نعم تفضل. الكرنت في الأول في البي الآي هذا الكرنت الزد طلعتها من الستار الزد طلعناها من هدول ربعنا هاد وربعنا هاد وجمعناهم واخذنا الجذر التربيعي الستيب اب هون. ما هو هلا انا بالنسبه لي الدائره كلها شو صار كشكلها من لما بنظر من هون انا بتطلع من هون كاني شايف هاد مش هيك؟ يعني اللي قاعد في محطه التوليد بيقسم انه ايش شايف؟ ما بيعرف انه في محول مش محول مش هيك؟ شو شايف هو امامه؟ شايف هذا هون بس مش هيك؟ والكرنت اللي هو عماله بيطلع من عنده هو اي هو هذا الاي والترانسميشن لاين بالنسبه له شو ببين؟ ببين 0.0018 فالاربعه هي تبعت الكاستمر وال 0.0018 هي اللي مبينه كانها تبعت الترانسميشن لاين. احنا عارفين انه في محولات واشياء بس في النهايه من وجهه نظر محطه هذا اللي مبين هذا اللي مبين لنا. اذا الان هذا بدنا الفولتج دروب بدنا نشوف قديش او قديش الفولتج اللي بوصل للود. خليني امحي هذا الجزء من هون ونكمل الجزء الاخير. الجزء الاخير هلا بدنا نحسب قديش الفي اللي راح يجي على اللود